مختبر مقاومة المواد Thin Wall Cylinder. Objectives: to study the stress and strain developed in a thin wall cylinder under internal pressure and determine the Poisson's ratio and the Young's modulus of elasticity for the cylinder material. طبعا الجهاز اللي رح نشتغل عليه هو الجهاز الموجود امامكم. بدنا نتعرف على اجزائه. بداية هون عندي هاي اللي هي thin wall cylinder. طبعا الاند كونديشن الها هي open cylinder. في عندي هون برشر جيج عشان اقرأ قيمة البرشر. هون في عندي هيدروليك هاند بام، وهون عندي خزان زيت عشان اضغط الزيت داخل السلندر اقرأ قيمة البرشر من البرشر جيج. بنلاحظ هنا في عنا السترين جيجز. طبعا السترين جيجز احنا ثبتناها عشان نقرأ قيمة السترين. طبعا في عندي اكثر من سترين جيج، جزء منهم راح يقرأ لي اللونجتيودينال سترين، وجزء منهم راح يقرأ لي الهوب سترين. طبعا راح نحكي عن الجزء تاع الهوب واللونجتيودينال لاحقا لما نشرح على السوفت وير حسب الاورينتيشن اللي لهم. طبعا الجهاز مربوط مع سوفت وير زي ما انتم شايفين على الشاشه الموجوده عندي. في عندي ايمج من السلندر والسترين جيج الراكبه عليها. عندي هنا البرشر جيج راح اقرا قيمه البرشر، وفي عندي هنا السترين جيجز. خلينا نتعرف عليهم. اذا بتلاحظوا في عندي السترين جيج رقم 2 طلعوا الاورينتيشن اللي له. هذا السترين جيج راح يقيس لي قيمه اللونجتيودينال سترين. عندي هنا سترين جيج رقم 1 شايفينه هنا، ورقم 6 اذا بتلاحظوا لهم نفس الاورينتيشن اللي جايه فيرتيكالي. هذول راح يقيسوا لي الهوب سترين. طبعا جيج رقم 1 ورقم 6 راح اخذ الافرج بيناتهم عشان اطلع قيمه الهوب سترين. في عندنا كمان هنا اذا بتلاحظوا الجيج رقم 3 ورقم 4 اللي هم مايلين بزاويه، هذول ما راح نشتغل عليهم، هذول فور ريسيرشز. طبعا ما بدنا ننسى انه القراءات اللي راح ناخذها من السترين جيج هي بالمايكرو، يعني كلها مضروبه ب 10 قوه ناقص 6. الان راح نبدا باجراء التجربه. طبعا بدايه بدي اعمل كالبريشن للقراءات من تولز كالبريت. لاحظوا انه صفروا لانه ما في عندي برشر داخل السلندر. الان بدي ابلش اخذ القراءات. بدي اضغط الزيت لغايه 0.5 ميجا باسكال، وبدي اخذ قراءات الجيج رقم 1 و6 وجيج رقم 2، بعدين ارفع البرشر ل 1 1.5 2 2.5 وهكذا. خلينا ناخذ اول قراءه. بدنا نضغط لغايه ما يصير في عندي هنا 0.5 ميجا باسكال برشر، طبعا من خلال الهيدروليك بامب. الآن صارت عندي قيمة البرشر 0.5 ميجا باسكال. الآن بدي أقرأ قيمة جيج رقم 1 ورقم 6 وأعبيها بالتيبل اللي هم راح يعطوني الهوب سترين. بنلاحظ هنا قراءة جيج رقم 1 76 مايكرو، قراءة جيج رقم 6 96 مايكرو. في التيبل اللي على الصفحة الثانية راح أسجل قراءة جيج رقم 2 اللي هي راح تقيس لي اللونجتيودينال سترين. بنلاحظ هنا انه قراءة جيج رقم 2 ماينس 29 مايكرو. الآن بعد ما رفعنا البرشر ل 1 ميجا باسكال بدنا نقرأ سترين رقم 1 162 مايكرو، جيج رقم 6 194 مايكرو، جيج رقم 2 ناقص 61 مايكرو.
الآن بعد ما رفعنا البرشر لواحد ونص ميجا باسكال بدنا نقرأ جيج رقم واحد 243 مايكرو، جيج رقم ستة 278 مايكرو، جيج رقم اثنين ماينس 90 مايكرو. عند 2 ميجا باسكال قراءة جيج رقم 1 334 مايكرو، قراءة جيج رقم 6 372 مايكرو، قراءة جيج رقم 2 اللي راح يقيس لي اللونجيتودينال ناقص 120 مايكرو. آخر قراءة عند 2.5 ميجا باسكال بدنا نقرأ جيج رقم 1 421 مايكرو، جيج رقم 6 458 مايكرو، جيج رقم 2 ناقص 149 مايكرو. الآن نعبي التابل بناء على القراءات اللي أخذناها. طبعا البرشر اللي أخذناها قبل شوي، جيج رقم 1 ورقم 6 هي القيم اللي قرأناها. بدي أطلع الآن الأفريج هوب سترين. طبعا نطلع الأفريج بين جيج رقم 1 ورقم 6، بدي أجمعهم أقسمهم على 2. هنا بدي أطلع قيمة الهوب ستريس. طبعا الهوب ستريس يساوي P في D over 2T. طبعا البرشر راح تكون معاكم من التابل. ال D هاي قبل موجود أسفل التابل اللي هي الديامتر للسلندر. ال T الوول ثيكنس للسلندر كمان موجودة معكم أسفل التابل. الآن بدنا نرسم العلاقة ما بين الهوب ستريس والهوب سترين. بس ارسم العلاقه بتطلع معي زي هيك. بدي اخذ السلوب. طبعا السلوب شو راح يعطيني؟ راح يعطيني المودولس اوف الاستيسيتي. طبعا هاي الاكسبيرمنتال فاليو. الثيوريتيكال مالي الفاليو موجود اسفل التابل 69 جيجا باسكال. مطلوب منا كمان نحسب البرسنتج ايرور. الان الجزء الثاني من التجربه. هون عندي قراءه جيج رقم 2 بدي اعبيها. الافرج هوب سترين هاي راح اخذها من التابل الاول، وبدي ارسم العلاقه ما بين السترين لونجيتودينال والسترين هوب. طبعا قراءات السترين لونجيتودينال اذا بتتذكروا كانت بالماينس. احنا عشان نسهل على حالنا الرسم ونرسم بالربع الاول مش بالربع الرابع، بدي اخذ الابسوليوت فاليو لهي القراءات مشان ارسم بالربع الاول. بنفس الوقت بدي الغي اشاره الماينس من القانون اللي شايفينه هون، قانون البوزنز ريشيو. هيك بكون ارسم بالربع الاول. الان بعد ما ارسم العلاقه بدي اخذ السلوب. طبعا السلوب راح يعطيني البوزنز ريشيو، طبعا اكسبيرمنتال فاليو. الثيوريتيكال فاليو للبوزنز ريشيو موجوده معكم اسفل التابل وتساوي 0.33. بدي اوجد البيرسنتج ايرور.